بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. لا يزال الكلام حول زكاة الجنين، هل هي زكاة أمه أم يحتاج إلى تزكية إذا خرج الجنين وقد زكيت أمه، خرج ميتا، هل يحل أكله، يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ عندنا هو ميتة، عندنا هو ميتة. ومر معنا في الدرس السابق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، يعني المراد به أن الجنين يزكى كما تزكى أمه، كما تزكى أمه. وذكر لنا كذلك خلاف الإمام مالك بأن الجنين إذا أشعر وكانت قد زكيت أمه فزكاته زكاة أمه، أما إذا لم يشعر وخرج ميتا فهو ميتة لا يجوز أكله، وإذا خرج حيا بالاتفاق لا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما أنكرت أن نريد المعنيين في حالين، ما هما المعنيان؟ قال: بأن يجب زكاته إذا خرج حيا، هذا المعنى الأول، ويقتصر على زكاة أمه إذا خرج ميتا. قيل له: ليس ذكر الحالين موجودا في الخبر، هاتان الحالتان المتعلقتان بالجنين ليستا موجودتين في قوله عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. قيل له: ليس ذكر الحالين موجودا في الخبر، وهو لفظ واحد، الخبر لفظ واحد، ولا يجوز أن يريد به الأمرين جميعا، لا يجوز أن يراد بالخبر الأمرين جميعا. ما هما الأمران؟ هو أنه يقتصر على زكاة أمه إن خرج ميتا، هذا الأمر الأول، ووجوب زكاته إن خرج حيا. لا يصح أن يراد بالحديث هذين الأمرين. لماذا لا يصح؟ قال: لأن في إرادة أحد المعنيين، بأن نقول بأن الحديث يريد أحد المعنيين، لأن في إرادة أحد المعنيين إثبات زيادة حرف وليس في الآخر. أول شيء، المعنيان ما هما؟ الاقتصار، قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. يقول الشيخ: لا يجوز أن يراد بهذا الخبر الحالتين. ما هما الحالتان؟ أن يقتصر على زكاة الأم إن خرج الجنين ميتا، والحالة الثانية أنه إن خرج حيا لا بد من زكاته. لا يصح أن يراد بالحديث هذين الأمرين. لما؟ لأننا إذا أردنا هذين الأمرين كهذا يقتضي أن نثبت زيادة حرف
لإرادة أحد الأمرين، وهو أننا إذا قلنا بأن الجنين إذا خرج حيا لا بد أن يذكى، فيكون تقدير الكلام زكاة الجنين كزكاة أمه. وإذا أردنا المعنى الثاني، وهو الاكتفاء بزكاة الأم إن خرج الجنين حيا، لا نحتاج إلى هذه الكاف. وبالتالي نكون إذا أردنا المعنيين من هذا الحديث، فنكون تارة نضيف للحديث كاف وتارة لا نضيف إليها، وهذا لا يصح، قال: لأن في إرادة أحد المعنيين إثبات زيادة حرف وليس في الآخر، يعني وليس في المعنى الآخر، وهو أن الجنين إن خرج ميتا فإن زكاته بزكاة أمه، هذا لا يحتاج إلى زيادة الكاف. قال: وليس في الآخر، إثبات زيادة حرف، وليس في الجائز، يعني لا يجوز أن يكون لفظ واحد فيه حرف يعني مقدر، ولا يجوز أن يكون لفظ واحد فيه حرف مقدر وغير حرف وغير مقدر، ما يصح. فلذلك بطل قول من يقول بإرادتهما بأن الحديث يراد به المعنيين، هذا الكلام ما يصح هذا. فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين توجب زيادة حرف وهو الكاف وليس في الآخر زيادة، فحمله على المعنى الذي لا يفتقر لا يحتاج إلى زيادتين أولى، لأن حذف الحرف يوجب أن يكون اللفظ مجازا، وإذا لم يكن فيه حذف شيء فهو حقيقة. إذن عندنا الآن حالتان: الحديث إما أن يراد به المعنى الذي يقتضي زيادة الكاف، وإما أن يراد به المعنى الذي لا يقتضي زيادة الكاف. ولكن حمله على المعنى الذي لا يراد به أو لا يقتضي زيادة الكاف أولى، وهو أن الميت أن الجنين إذا خرج حيا ميتا لا يحتاج إلى تذكية، لأنه ذكي بزكاة أمه. لما قال: أن حذف الحرف يوجب أن يكون اللفظ مجازا. إذا اجتمع عندنا الحقيقة والمجاز، أيهما مقدم؟ الحقيقة. فإذا قلنا هناك حرف مقدر، هذا ألحقنا بالمجاز. إذا قلنا لا يوجد حرف مقدر، هذا ألحقنا بالحقيقة. والعمل بالحقيقة أفضل، إذا نثبت المعنى الذي لا يحتاج إلى حرف. وبالتالي نقول: الميت الجنين إذا خرج ميتا اكتفي بزكاة أمه، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. هذا ما أراده. قال: وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. قيل له في الجواب، لأن الشيخ يحاول أن يرد على القول بأن الجنين إذا خرج ميتا وقد ذكيت أمه أنه يؤكل، قيل له: كون الحرف محذوفا أو غير محذوفين لا يزيل عنه، عن الخبر زكاة الجنين زكاة أمه، الاحتمال الذي ذكره في الدرس السابق. كون الحرف محذوفا أو غير محذوفين لا يزيل عنه، عن الخبر الاحتمال، لأنه وإن كان مجازا فهو مفهوم اللفظ محتمل له، ولا فرق بين الحقيقة والمجاز فيما هو من مقتضى اللفظ، فلم يجز من أجل ذلك تخصيص الآية التي هي حرمت عليكم الميتة، لم يجز تخصيص الآية بهذا الخبر المحتمل
لذلك للمعنى، للمعنى الذي هو يحرم الميتة يعني. فإن قال قائل ليس في اللفظ احتمال كونه كون الجنين الذي خرج ميتا، ليس في اللفظ في لفظ الحديث زكاة الجنين، تقدير الكلام هكذا، فإن قال قائل ليس في لفظ الحديث زكاة الجنين زكاة أمه احتمال كون الجنين غير مذكى بزكاة الأم، هذا الآن الإيراد. فإن قال قائل ليس في اللفظ احتمال كونه غير مذكى بزكاة الأم لأنه لا يسمى جنينا إلا في حال كونه في بطن أمه، ومتى باينها انفصل عنها لا يسمى جنينا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنما أثبت له لهذا الجنين الذي في بطن أمه إنما أثبت له الزكاة في حال اتصاله بأمه، لأنه قال زكاة الجنين، ولا يسمى الجن في زعم هذا القائل لا يسمى الجنين جنينا إلا إذا كان في رحم أمه، إنما أثبت له الزكاة في حال اتصاله بالأم، وذلك يوجب أن يكون مذكا بتلك الحالة، حالة كونه في رحم أمه في بتلك الحال في زكاتها. قيل لهم الجواب عن هذا من وجهين، أحدهما يعني الآن الذي أورد هذا الكلام جعل تسمية الجنين خاصة بالولد بأن خاصا بحالة كون الولد في بطن أمه، الشيخ يقول له لا كلامه غير صحيح، الجنين يسمى جنينا وإن خرج من بطن أمه، كيف؟ انتبه. قال أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد الانفصال جنينا لقرب عهده من الاجتنان في بطن أمه، ولا يمتنع أحد من إطلاق القول بأن الجنين، لاحظ الولد لما يخرج من بطن أمه بعد ساعة ساعتين يسمى جنينا، ليه؟ لقرب العهد، لقرب عهده بكونه في بطن أمه، كان في بطن أمه. قال ولا يمتنع أحد من إطلاق القول بأن الجنين لو خرج حيا ذكي كما تذكى الأم، فيطلق عليه اسم الجنين بعد الذكاة والانفصال، ليه؟ لقرب العهد. وقال حمل بن مالك كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة فسماه النبي عليه الصلاة والسلام جنينا بعد الإلقاء، لاحظ ليه؟ لقرب العهد. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، جاز أن يكون معنى هذا الحديث أنه أن الجنين يذكى كما تذكى أمه إذا ألقته حيا، إذن جاز أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زكاة الجنين زكاة أمه يذكى كما تذكى أمه إذا ألقي حيا. والوجه الآخر في رد كلامه السابق، ما قال للرد وجهان، ذكر الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الآخر، أنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زكاة الجنين زكاة أمه كونه مذكا، لاحظ الكلام ودقة الجواب الثاني، لو كان مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله
زكاة الجنين زكاة أمه. لو كان مراده كون هذا الجنين مذكا حالة كونه في بطن أمه، فإذا خرج حيا لا يحتاج إلى تزكية، خرج حيا ثم مات لا يحتاج إلى تزكية. ليه؟ لأنكم قلتم زكاة الجنين زكاة أمه، فالآن هو لما كان في بطن أمه كان جنينا، فإذا خرج حيا ثم مات لا يحتاج إلى تزكية، إذن يؤكل، وبالاتفاق لا يؤكل، هو ميتة. لاحظ الآن. والوجه الآخر أنه إذا كان مراده كونه مذكا وهو جنين لوجب أن يكون مذكا بزكاة الأم وإن خرج حيا، وأن موته بعد خروجه لا يكسبه حكم الميتات كموته في بطن أمه، فإذا مات في بطن أمه يخرج وهو يؤكل، وكذلك لو خرج حيا ثم مات ينبغي على قولكم أنه لا يعني يكون يؤكل. فلما اتفق الجميع على أن خروجه حيا يمنع أن يكون زكاة الأم زكاته، ثبت أنه لم يرد إثبات زكاة الأم له في حال اتصاله بالأم. لاحظوا أحبابنا هذا النقاش وهذا الحوار أو هذه النكات الخفية التي استطاع الشيخ الجصاص رحمه الله الوقوف عليها، هذا الذي جعل كثيرين ربما من المعاصرين أو غيرهم أن يرمونه بالتعصب لما عجزت عقولهم عن الفهم الذي وصل إليه هذا الإمام. قالوا هذا يعني يحاول اتهموه بلي النصوص، لا، هذا فهم فهمه الشيخ وسطره لنا، وعند القراءة والنظر فيه نجده يعني لا نقول قريبا من الصواب بل نجده عين الصواب. هو يفهم النصوص جملة ولا يكتفي بنص ويغض الطرف عن باقي النصوص من أجل أن يؤيد مذهبه، لا، كما قلنا أكثر من مرة مذهب السالة الحنفية هي العمل بجميع النصوص قدر الاستطاعة، ما عندهم هذا منسوخ مباشرة إن خالف أصولهم، لا، تعال نأخذ هذا النص ونفهمه وبعد ذلك نستنبط منه الحكم الذي يوافق مذهبنا دون لي طبعا. فإن قال قائل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زكاة الجنين زكاة أمه إثبات الحكم بحال خروجه ميتا، قيل له هذه دعواك لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه إن خرج حيا، من أين جبت هذه، من أين أتيت بهذه الزيادة؟ قال فإن جاز أن تشترط فيه في هذا الخبر الآن أنت موته في حال كونه جنينا، وإن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاز لنا أيضا نحن أن نشترط إيجاب زكاته خرج حيا أو ميتا، وإلا كيف يجوز لك أن تشترط أنت وتمنعنا من الاشتراط؟ فمتى لم يوجد له زكاة في نفسه لم يجوز أكله. وعلى أن متى شرطنا إيجاب زكاته في نفسه يعني أن يذبح غير معتبر بأمه غير ملتفت إلى زكاة أمه استعملنا الخبر على عمومه، فجعلنا إباحة الأكل إباحة أكل الجنين معلقة بوجود الزكاة فيه في حال كونه جنينا وبعد خروجه، وحمل الخبر على ذلك أولى من الاقتصار به من الاقتصار بالخبر على ما ذكرت يعني من جعل
من جعل الخبر خاصا بالجنين إذا مات، وحمل الخبر على ذلك أولى من الاقتصار به على ما ذكرت وإثبات ضمير، يعني إيش ضمير؟ مقدر محذوف يعني، وإثبات ضمير فيه لا ذكر. هنا المراد بالضمير ليس هو وهي وهما، لا، المراد بالضمير هنا محذوف مقدر، كما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الحكم بحال خروجه ميتا، هذا هو الضمير. قال: وحمل الخبر على ذلك أولى من الاقتصار به على ما ذكرت وإثبات ضمير فيه لا ذكر له في الخبر ولا دلالة عليه. فإن قال قائل: حمل الخبر على ما ذكرت في إيجاب زكاته إذا خرج يعني حيا، في إيجاب زكاته لابد هنا من زيادة كلمة حيا. فإن قال قائل، لحظة أحبابنا الآن، كذلك هذا الإيراد ودقته من الشيخ كيف أورد إيرادا على نفسه. فإن قال قائل: حمل الخبر على ما ذكرت في إيجاب زكاة الجنين إذا خرج حيا يسقط فائدته، يسقط فائدة قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، لأن كون الجنين يحتاج إلى زكاة إذا خرج حيا معلوم قبل ورود الخبر، فإذا هذا الخبر لا فائدة منه بناء على قولك أنت. قيل له: ليس كذلك، من قبل أنه أفاد أنه إن خرج حيا فقد وجبت زكاته سواء مات في حال لم يقدر على زكاته أو بقي، وبطل بذلك قول من يقول إنه مات في وقت لا يقدر على زكاته كان مذكا بزكاة الأم. يعني يقول الشيخ: نحن استفدنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، استفدنا منه فائدة عظيمة، وهي أن هذا الحديث يبطل قول من يقول بأن الجنين إذا خرج من بطن أمه حيا فيه من الحياة بقدر نعجز عن تذكيته فيها ثم مات. يعني خرج حيا لمدة دقيقة ثم مات، الدقيقة نحن عاجزين عن تذكيته. فالحديث ماذا يقول؟ زكاة الجنين زكاة أمه، ولا زكاة ليخرج قول من قال هذا الكلام الأخير الذي ذكرته. فإذا قولك بأنه لا يستفاد من الحديث حينئذ لا، مردود، لقد أخذنا منه هذه الفائدة. هذا الحديث يرد على قول ذاك الذي يقول إن خرج الجنين وفيه حياة، هذه الحياة لا يمكن، ما استطعنا أن نذكيه فيها، فهو مأكول بذكاة أمه. قال: لا، هذا الحديث يرد هذا الكلام. قال: وبطل بذلك قول من يقول إنه إن مات بعد خروجه من بطن أمه في وقت لا يقدر على زكاته كان مذكا بزكاة الأم. ومن جهة أخرى أنه حكم بإيجاب زكاته وأنه إن خرج حيا لم يؤكل إذ هو غير مذكى، كذلك هذا الحديث استفيد منه أن الجنين إن خرج من بطن أمه ومكث ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة ثم مات لا يؤكل، فإن خرج حيا ذكي، فأفاد أنه ميتة لا تؤكل. وبطل به قول من يقول إنه لا يحتاج إلى زكاة
بطل بهذا الحديث أيضا قول من يقول بأن الجنين إذا خرج حيا ثم مات لا يحتاج إلى تزكية عملا بهذا الحديث، بطل كذلك هذا القول. فإن احتج محتج بما ذكره زكريا بن يحيى الساجي عن بندار وإبراهيم ابن محمد التميمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك أظن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنين يخرج ميتا. لاحظ النص الحديث الآن، سئل عن الجنين يخرج ميتا فقال إن شئتم فكلوه فإن زكاته زكاة أمه. لاحظ نص خرج ميتا، كان الجواب إن شئتم فكلوه فإن زكاته زكاة أمه. هذا الحديث يبطل جميع ما ذكره الشيخ مما يؤيد مذهبنا، ولكن ما هو الفهم الصحيح؟ كيف نعمل بهذا الحديث؟ انتبه الآن. قيل له قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا. لاحظ انظر كيف أبطل اللفظة التي تدل على خلاف مذهبنا. قال روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا، ورواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وأبو أسامة وعيسى بن يونس ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا، وإنما قالوا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنين يكون في بطن الجزور. لاحظ عن الجنين في بطن الجزور دون قيد الميت، في بطن الجزور أو البقرة أو الشاه، فقال كلوه فإن زكاته زكاة أمه، ولم يذكروا إيش كلمة ميتا. ورواه أيضا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال كل من يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن قدمنا ذكره لم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا، ولم تجئ هذه اللفظة إلا في رواية الساجي، ويشبه أن تكون هذه الزيادة من عنده، فإنه لاحظ غير مأمون. فإذا هذا الحديث بلفظ ميتا لا يصح العمل به. فإن احتج بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا عام بهيمة الأنعام، احتج بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام أنها الأجنة. قال ابن عباس المراد هنا ببهيمة الأنعام الأجنة. قيل له إنه قد روي عن ابن عباس في رواية ثانية عن ابن عباس أنها جميع الأنعام، أن المراد بالأنعام هنا جميعها وليست الأجنة. إذن صار عندنا الآن روايتان عن ابن عباس، رواية بأن المراد ببهيمة الأنعام الأجنة، ورواية أخرى المراد جميع كل الأنعام. وعن سائر الصحابة أو كثيرا من الصحابة قالوا المراد ببهيمة الأنعام سائر الأنعام. فنحن ما هو الواجب علينا؟ أن نحمل، عندنا روايتان ابن عباس، أن نعمل بالرواية المخالفة لسائر الصحابة
أم نعمل بالرواية الموافقة لسائر الصحابة؟ لا، نعمل بالرواية الموافقة. قال: قيل له إنه قد روي عن ابن عباس أنها جميع الأنعام، وأن قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم الخنزير. وروي عن الحسن أن بهيمة الأنعام الشاة والبعير والبقر، والأولى أن تكون على جميع الأنعام ولا تكون مقصورة على الجنين دون غيره. ليه؟ قال: لأنه تخصيص، تخصيص الأنعام بالجنين بلا دلالة، ما ليس هناك دليل يدل على هذا التخصيص. وما دام عند عن ابن عباس روايتان، لابد أن يعمل بالرواية الموافقة لرواية غيره من الصحابة والتابعين. وأيضا فإن كان المراد الأجنة فهي على إباحتها بالذكاء، يعني إذا جعلنا يعني من باب التنزل سنقول المراد ببهيمة الأنعام الأجنة، ولكن المراد الأجنة إنما تباح إن ذكيت. فإن كان المراد الأجنة فهي على إباحتها بالذكاة كسائر الأنعام، هي مباحة بشرط ذكاتها، وكالجنين إذا خرج حيان هو مباح بشرط الذكاء. وأيضا فإن قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إذا كان المراد، لاحظ، إلا ما يتلى عليكم، إذا كان المراد إلا ما سيتلى عليكم في المستقبل مما هو محرم في الحال، فهو يعني هذا النص، لحظة أحبابنا نعيد نرجع الآن، سيبين لنا بأن هذا النص هناك احتمال أنه مجمل، ومر معنا أو معكم في الأصول أن النص إذا كان مجملا من الذي يزيل عنه الإجمال؟ المجمل يعني المتكلم الذي تكلم به. فإذا مات من يتوقف البيان عليه التحق هذا النص بإيش؟ بالمتشابه، ما يصح العمل به حينئذ، نتوقف. لاحظ، وأيضا فإن قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إذا قلنا إلا ما يتلى عليكم معناه إلا ما سيتلى عليكم في المستقبل مما هو محرم في الحال، فهو مجمل لا يصح الاحتجاج به، لأنه يكون بمنزلة ما لو قال: بعض الأنعام مباح وبعضه محظور. ولكن المعصوم عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يبينه، قال: ولم يبينه، فلا يصح اعتبار عموم شيء منه. فإن قال قائل: لما كان حكم الجنين حكم أمه في من ضرب بطن امرأة، لاحظ الآن هذا الإيراد، قال قائل: لما كان حكم الجنين حكم أمه في من ضرب بطن امرأة فماتت وألقت جنينا ميتا ولم ينفرد بحكم نفسه، يعني لم يعطى هذا الجنين دية كاملة كدية أمه، لم ينفرد بحكم نفسه، كان ذلك حكمه في الذكاة إذا مات في بطن أمه بموتها. ولو خرج الولد حيا ثم مات، يعني ضرب الأم على بطنها فخرج الولد حيا ثم مات، انفرد بحكم نفسه دون أمه في إيجاب الغرة فيه. فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه وخرج ميتا أكل، أعطي حكم أمه، وإذا خرج حيا لم يؤكل حتى يذكى. قيل له: هذا
قياس فاسد. ليه؟ لأنه قياس حكم على حكم غيره. هناك أنت تقيس حكم على حكم مخالف، وهذا القياس غير صحيح. لماذا؟ انتبه. قال لأنه قياس حكم على حكم غيره. حكم الأمة إذا ضربت فماتت ومات الجنين الذي في بطنها، أو حكم الأمة إذا ضربت فماتت وخرج الجنين حيا ثم مات، هذا حكم خاص يختلف عن حكم البهيمة إذا ضربناها وخرج منها جنين، لا يقاس هذا على ذاك. لما؟ قال لأنه قياس حكم على حكم غيره، وإنما القياس الصحيح الجمع بين المسألتين في حكم واحد بعلة، بسبب وجود علة توجب رد أحد الحكمين إلى الآخر. لا بد في القياس من وجود علة تلحق أحد الحكمين بالآخر، هذا هو القياس الصحيح. وهذا الأمر لم يوجد في هذا الذي ذكرته أنت. قال وإنما القياس الصحيح الجمع بين المسألتين في حكم واحد بعلة توجب رد إحداهما إلى الأخرى. فأما في قياس مسألة على مسألة في حكمين مختلفين فإن ذلك ليس بقياس. وقد علمنا أن المسألة التي استشهدت بها إنما حكمها ضمان الجنين في حال انفصاله منها من أمه يعني حيا بعد موتها. ومسألتنا نحن الآن هنا مسألتنا إنما هي، لاحظ، مسألة الأمة وضرب الجنين هي مسألة ضمان قيمة الجنين، ومسألتنا إنما هي في إثبات زكاة الأم له للجنين في حال، ومنعه منع إثبات زكاة الأم في حال أخرى، وفرق كبير بين المسألتين. فكيف يصح رد مسألة الحيوان إلى مسألة الأمة؟ فكيف يصح رد هذه إلى تلك؟ ومع ذلك فلو ضرب بطن شاة أو غيرها أو غيرها، فلو ضرب بطن شاة أو غيرها أو بطن غير شاة فألقت جنينا ميتا، لم يجب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب، وإنما يجب فيه نقصان الأم إن حدث بها نقصان. وإذا لم يكن لجنين البهائم بعد الانفصال حكم في حياة الأم، وثبت، لاحظ عندنا الآن بقرة ضربناها على حامل، ضربناها على بطنها فأسقطت جنينا ميتا، ما الحكم؟ ننظر لهذه البقرة، هل هذا الضرب أحدث فيها نقصانا؟ كانت قيمتها قبل الضرب 100 وبعد الضرب صارت 90، فنوجب النقصان فقط، أما الجنين لا يقابله شيء، لا يقابله شيء. نعم. قال أما، قال أحد الآن كيف قال؟ قالوا إنما يجب فيه نقصان الأم إن حدث بها نقصان. وإذا لم يكن لجنين البهائم بعد في الانفصال حكم في حياة الأم، يعني إذا بقيت الأم على قيد الحياة، وثبت ذلك لجنين المرأة، جنين المرأة إذا ضربناها وأسقطت جنينا ميتا وهي على قيد الحياة يثبت الغرة، فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حكمهما في نفس ما ذكرت؟ فإن قيل لما كان الجنين في حال اتصاله بالأم
الآن الجنين في حال اتصال بالأم يقول هو بمنزلة عضو من أعضائها. فإن قيل لما كان الجنين في حكم اتصاله بالأم، يعني وهو في بطنها في حكم عضو من أعضائها، كان بمنزلة العضو منها. إذا ذكيت، إذا ذبحنا الشاة تحل، يحل أكلها جميعا، لا نقول هذه الذكاء أحلتها جميعا إلا الفخذ اليسرى، لأن هذا الفخذ الأيسر أيضا من أعضائها. وكذلك الجنين وهو في بطن أمه هو بمنزلة عضو من أعضائها، يعني هو بمنزلة الفخذ والذراع، ينبغي أن يكون حلالا أكله إن خرج ميتا. هذا الآن يقول هذا الذي يولد علينا كان بمنزلة العضو منها إذا ذكيت الأم فيحل بذكاتها. قيل له غير جائز، لا يجوز لك أن يكون، أو لا يجوز أن يكون الجنين يعني بمنزلة عضو منها. لماذا؟ قال لجواز خروجه حيا تارة في حياة الأم وتارة بعد موتها، بعد موتها يجوز أن يخرج حيا، والعضو لا يجوز أن يثبت له حكم الحياة بعد انفصاله منها. فثبت أنه غير تابع لها في حال الحياة ولا بعد موتها. فإن قيل الواجب أن يتبع الجنين الأم في الذكاة كما يتبع الولد الأم في العتاق والاستيلاد والكتابة ونحوها، قيل له هذا غلط من الوجه الذي قدمنا في امتناع قياس حكم على حكم آخر. أنا فيما أظن والله تعالى أعلم أن الشيخ رحمه الله في هذه الإيرادات هو يورد أقوال الفقهاء من شافعية ومالكية وغيرهم، ولكن كأنه دون أن يذكر ذلك، طلبا للاختصار لعله. إذن قيل له هذا غلط من الوجه الذي قدمنا في امتناع قياس حكم على حكم آخر. ومن جهة أخرى أنه غير جائز إذا أعتقت الأمة أن ينفصل الولد منها غير حر. إذا أعتقت الأمة وهي حامل وبعدما أعتقت ولدت فولدها حر وهو تابع للأم في الأحكام التي ذكرت، وجائز أن تذكى الأم. لاحظ، جائز أن تذكى الأم. الآن عندنا أمة حامل أعتقناها ثم ولدت، هل يجوز أن يكون الولد مبقا على العبودية؟ لا، أخذ حكم أمه فصار حرا وخرج حيا. الآن عندنا شاة وهي حامل، ذكيناها، خرج منها جنين وهو على قيد الحياة، هل يعطى حكم أمه؟ قال لا يعطى حكم أمه، لا بد أن يذكى. فإن هذا القياس بالأصل الذي قسته غير صحيح. رضي الله عن الشيخ قال وجائز أن تذكى الأم ويخرج الولد حيا فلا يكون زكاة الأم زكاة له. فعلمنا أنه لا يتبع الأم في الذكاء، إذ لو تبعها في ذلك لما جاز أن ينفرد بعد ذكاة الأم بذكاة نفسه. الله، جميل. وأما مالك فإنه ذهب فيه إلى ما روي في حديث سليمان أبي عمران عن ابن البراء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في أجنة الأنعام أن زكاتها زكاة أمها إذا أشعرت، إذا خرج شعرها. الله. وروى الزهري عن ابن كعب ابن مالك قال كان أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين أو أشعر الجنين فإن زكاته زكاة أمه. وروي عن علي وابن عمر من قولهما مثل ذلك. فيقال لهم إذا ذكر الإشعار في هذا الخبر وأبهم في غيره ولم يذكر الإشعار في خبر آخر من الأخبار التي هي أصح منه وهو خبر جابر وأبي سعيد وأبي الدرداء وأبي أمامة ولم يشترط فيها الإشعار لتكون زكاة الجنين زكاة لتكون زكاة الأم زكاة الجنين لم يشترط فيها الإشعار، فهل لا سويت بينهما إذ لم تنفي هذه الأخبار ما أوجبه خبر الإشعار، إذ هما جميعا يوجبان حكما واحدا؟ لماذا عملت أنت بخبر الإشعار ولم تعمل بخبر عدم الإشعار مع أنهما يفيدان حكما واحدا؟ وإنما في أحدهما تخصيص ذلك الحكم من غير نفي لغيره، وفي الآخر إبهامه وعمومه. ولما اتفقا جميعا على أنه إذا لم يشعر لم تعتبر فيه زكاة الأم، واعتبرت زكاة نفسه، وهو في هذه الحالة أقرب أن يكون في حالة كونه غير مشعر لم ينبت شعره. نعم، الإمام مالك عمل بالحديث أن زكاته زكاة أمه إذا أشعر، إذا نبت شعره، ولكن الجنين إذا لم يكن نبت شعره فهو أقرب إلى أن يكون كعضو من أعضاء أمه أنه ما زال صغيرا. قال ولما اتفقنا جميعا على أنه إذا لم يشعر، اتفقنا نحن ومالك، إذا لم يشعر لم تعتبر فيه زكاة الأم، واعتبرت زكاة نفسه لابد أن يزكى إذا خرج من بطن أمه، واعتبرت زكاة نفسه، وهو في هذه الحالة في حالة كونه لم يشعر أقرب أن يكون بمنزلة أعضائها منه بعد مبايرته لها، وجب أن يكون ذلك حكمه إذا أشعر، ويكون معنى قوله زكاته زكاة أمه على أنه يزكى كما تزكى أم. يعني إذا أثبتنا له حكم الزكاة وهو أقرب إلى أن يكون بحكم عضو من أعضائها، وجب علينا أن نثبت له الزكاة بأنه لا بد من تزكيته بتزكية خاصة إذا كان في حالة أبعد من أن يكون عضوا من أعضائها. ويقال لأصحاب الشافعي رحمه الله إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم زكاته زكاة أمه إذا أشعر ينفي زكاته بأمه إذا لم يشعر، فهلا خصصت به الأخبار المبهمة؟ إذ كان عندكم أن هذا الضرب من الدليل يخص به العموم، بل هو أولى منه. ومما يحتج به على الشافعي أيضا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان فقط لا ثالث لهما، ودلالة هذا الخبر يقتضي عنده عند الشافعي تحريم سائر الميتات سواهما سوى هاتين الميتتين، فيلزمه أن يحمل معنى قوله زكاة الجنين زكاة أمه على موافقة دلالة هذا الخبر الأخير الذي ذكره.
ثم قال: باب جلود الميتة إذا دبغت. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.